صباح الخير أو مساء الخير، وحشتوني. أنا آسفة إن أنا اتأخرت عليكم شوية المرة دي، بس كنت مشغولة قوي. هقول لكم في إيه، ويمكن أشرح لكم إيه ده بالظبط. أنا كنت في حاجة اسمها جوري ديوتي. إيه هي جوري ديوتي؟ اللي هي بنكون في حاجة اسمها هيئة المحلفين. دي في الدول الديمقراطية لما بيكون في محاكمة، خصوصا في قضية يعني قضية كبيرة، بيطلبوا من الشعب بعض الناس اللي الموجودة في الوطن، بيسألوهم إن هما لازم يخدموا. دي بتكون خدمة لازم للمواطنين. فطلب مني إني أكون جورر أو من ضمن المحالفين. ف يمكن بعضكم شاف ده في أفلام أجنبية. بتكون الهيئة دي في قضايا الكريمينال، بتكون مجموعة من 14 جورر، بنسمع القضية مع القاضي ومع المحامين ومع الديفندنت، وفي الآخر بنقول بعد الجلسات كلها لما بتخلص، بعد المحاكمة بنقول رأينا وبنديه للقاضي، والقاضي بيحكم بالقانون، بس احنا لازم نقول رأينا. فبيبقى رأي الشعب مهم جدا في القضايا اللي زي كده. هو ده اللي كان شاغلني عنكم. كانت الجلسات أو كانت القضية لمدة أسبوعين، فلازم كنت أروح المحكمة. بس هو ده اللي أخالي عليكم. يلا وحشتوني قوي، ويلا نبتدي نشوف هنذاكر النهاردة. تعالوا بقى نعرف البيس كلاف. احنا اخذنا وقت كفاية قوي ان احنا نعرف التريبل كلاف، اللي هو سوري اللي هو المفتاح صال. فاحنا عرفنا مفتاح صال وعرفنا نقرأ ازاي، وتعالوا بقى نتعلم النهاردة مفتاح فا. اوكي، مفتاح فا ده بيبقى غالبا للإيد الشمال، فاحنا هندرس النهاردة مفتاح ف علشان نعرف نعزف بالإيدين. أوكي، تعالوا نشوف بيتكتب فين مفتاح ف. أنا عندي الخمس خطوط. دلوقتي أنا هروح على الخط الرابع. إحنا دايما بنقرأ الميوزك خصوصا الكوردز أو أي حاجة من تحت لفوق، فأنا هعد 1 2 3 4، وهاجي عند الخط الرابع وهعمل نقطة كده، واروح طالع كده 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 ونازلة. ده اسمه مفتاح ف. اوكي تمام، خلاص اسمه مفتاح ف. طب انا يعني كتبته من الخط الرابع، يبقى النغمة دي اسمها فا. تمام؟ اوكي، لو انا اعرف ان النغمة اللي على الخط الرابع هي فا، هيكون سهل عليا قوي اني اعرف اللي بعدها هتكون ايه. احنا دايما بنقول فا صال. برافو، صال. واللي قبلها هتكون ايه؟ احنا بنقول مي فا
song, right? تمام؟ اوكي. يبقى انا اللي قبلها مي واللي بعدها صا. يبقى انا لو عرفت الخط الرابع اسمه ايه هيكون سهل عليا قوي ان انا اعرف ايه اللي قبلها وايه اللي بعدها. تمام؟ تعالوا بقى ايه نقول كل السلم دو من هنا. بس هقول لكم على سر جميل جدا، واللي هو فين الدو الوسطى بتتكتب في مفتاح فا. هبص الاقيها بتتكتب فوق هنا، شفتوا بقى؟ يعني هي بتتكتب تحت في مفتاح صل لكن فوق في مفتاح فا. تعالوا نشوف لو قلت دي دو الوسطى لو نزلت هبقى سي، لو نزلت كمان يبقى دي دو الوسطى اللي في وسط البيانو، ودي سي، لو نزلت كمان هتبقى دي لا، لو نزلت كمان هتبقى صال. هنزل كمان صاحبتي ف، صح؟ اوبس انا بكتب احيانا بالانجلش، انا اسفة سوري. اوكي يبقى انا ادي الفا، صح؟ صال لا سي دو. يبقى انا عرفت الخط الرابع اسمه فا، لو هطلع منها فا صال بعدها لا بعدها سي بعدها تو الوسطى بعدها. تمام. طيب انا دلوقتي هنا عرفت دي الفا، اوكي دي الفا، لو نزلت منها هبقى مي، ادي الفا، هنزل هبقى مي، هنزل من المي هبقى ري، هنزل من الري هبقى دو، صح؟ اوكي. يبقى انا لو ركزت كويس قوي ان الخط الرابع اسمه فا، يبقى انا هعرف اللي قبلها مي، اللي قبل المي ري، اللي قبل الري دو. تعالوا نكتبها اوكي كلها بقى من اول الدو لغاية الدو الوسطى، ايه رأيكم في ده؟ تعالوا نعمل كده، هوريكم ازاي هتكون سهلة عليكم ان شاء الله. لو انا هنا هحط الدو الوسطى، ولا اقول لكم تعالوا نبتدي من هنا، ادي دو ري مي، وصاحبتنا اهي صاحبه المفتاح اسمها فا، وهطلع كمان من الفا هلاقي صال، هطلع من الصال هلاقي لا، المي واي المي كل مرة بتطلع بالإنجليش، أنا أسفة هزبط، هطلع من اللا هلاقي السي، هطلع من السي هلاقي دو الوسطى. أوكي مش عارفة المي لين مش عايزة تكتب بالعربي، أنا أسفة على ده، معلش، عشان أنا بدرس بالإنجليش بقالي سنين كتيرة جدا، فمعلش بتلخبط. أوكي يبقى أنا دي دول في وسط البيانو، عارفين اللي بتكتب فين؟ اللي بتكتب في مفتاح صال تحت
النغمات كلها تحت الخطوط كلها. اوكي تعالوا نشوف، قلنا ده اسمه مفتاح صال، ده اوبس فا I'm so tired، كنت تعبانة شوية من المشاوير اللي كنت بعملها للمحكمة. مفتاح فا ده هنا، مفتاح صال صح؟ مفتاح صال تمام. الدو اللي هي فوق خالص دي في مفتاح فا هي نفسها دو الوسطى، بتبقى تحت كل الخطوط في مفتاح صال. دي الري، دي المي، كل ده احنا عارفينه قبل كده. دي الفا، هنا الصال، هنا اللا، هنا السي، هنا الدو. اوكي يبقى انا دلوقتي عندي دو ري عربي بليز، اهو مي فا صال لا سي دو. اوكي انا دلوقتي قدامي سلم دو الكبير بالايد اليمين وبالايد الشمال. اوكي طيب دلوقتي انا اعرف ازاي؟ سهلة اوي، انا لو ابص على البورد بتاعي، الكيبورد او المفاتيح بتاعت البيانو، انا عارف فين دو اللي في النص البيانو، right؟ تمام. طيب انا هبص كده على الكيبورد الصغير اللي انا بشرح لكم عليه. لو انا بصيت هنا كده، اوكي فين دو اللي في وسط البيانو؟ هي دي صح؟ تمام. يبقى انا لما اطلع هقول دو ري مي فا صول لا سي دو. تمام. طب امال هعرف التانيين دول ازاي؟ هبص هنا على دول وسطى، اوكي اهي دي دول وسطى نفسها، بس هنا بقى هبتدي اعد سي لا صول فا مي ري دو. يبقى انا هلاقي دو دي، اوكي هي دي. اوكي يبقى انا هعرف ده مفتاح فا، هي دي الفا صاحبة المفتاح. هعرفها منين؟ تاني هقول لكم، بلاقي دول وسطى واعد منها، انزل بقى ادي سي ادي لا ادي صول ادي الفا، يبقى هي دي صاحبة المفتاح. اوكي وبعدين اللي بعدها صال، اللي قبلها مي، اللي قبل مي ري، اللي قبل الري دو. يبقى انا في الاكتاف اللي قبل الاكتاف اللي في النص. اوكي يبقى الاكتاف اللي في وسط البيانو من الدو للدو ده اللي في وسط البيانو، الاكتاف اللي قبله ناحية الشمال هيكون هو ده اللي بعزف فيه المفتاح فا. اوكي تعالوا اعملها لكم اسهل شوية، اوكي علشان تعرفوا تعزفوا بالايدين، اوكي او تعزفوا كل ايد لوحدها ما يجراش حاجة، بس ايه تبقوا عارفين احنا فين. ادي كده شايفين كل حاجة؟ اوكي انا سوري انا اسفة، هو كده احسن شوية. اوكي ادي مفتاح صل وادي مفتاح فا تمام. طيب تعالوا نحط الدول وسطى في وسط
الدنيا هنا، ادي دو الوسطى، هي تحت مفتاح صا وفوق مفتاح فا. اوكي طيب، انا دلوقتي هضطر اكتب الاول اللي في مفتاح صاد، دو ري مي فا صال لا سي دو. اوكي تعالوا ننزل بقى نكتبهم على مفتاح فا. يبقى انا هنا من الدو هنزل سي لا صال فا مي ري دو. اوكي يبقى انا الدو الوسطى هي اللي بتحدد لي هكتب ازاي. ادي الدو الوسطى، اوبس شكلها مش حلو صح؟ تعال نعملها من غير الخط اللي في النص ده. اوكي يبقى انا الدو الوسطى هنا في مفتاح ص وهنا في مفتاح ف، يبقى هي هياها. ادي دو دو وادي دو، هي هياها، هي نفسها. اوكي وادي الري وادي المي فا صال لا سي دو. تمام، لو هنروح بقى على مفتاح فا، دي دو الوسطى بنزل منها سي لا صال فا مي ري دو. اوكي يبقى احنا هنا عارفين ان احنا ممكن اعزف السلم الموسيقي بالايد اليمين وبالايد الشمال. ازاي بقى؟ ده سلم دو الكبير. اوكي هعزفه ازاي؟ طيب يبقى هبتدي هنا نمرة خمسة وبعدين أربعة وبعدين تلاتة وبعدين اتنين وبعدين واحد. مين فاكر؟ بعدين تلاتة وبعدين اتنين وبعدين واحد. تمام، في الايد اليمين ببتدي واحد اتنين تلاتة. يا ايوة، وبعدين واحد تاني اتنين تلاتة اربعة خمسة، وبنزل بنفس الارقام. بس تعالوا بقى نتأكد ان احنا عارفين كويس قوي ان هنا انا هعزف الاكتاف اللي قبل الدو الوسطى. اوكي تمام، يلا اوريها لكم كده هنا اهو. يبقى انا هبتدي الايد اليمين واحد اتنين تلاتة، وبعدين من تحت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. برافو. وبعدين الايد الشمال هعزف هنا. اوكي اوكتاف قبل الاوكتاف اللي في النص، واحد خمسة اربعة تلاتة اتنين واحد، وبعدين من فوق تلاتة اتنين واحد. تمام، اوكتاف يعني ايه اوكتاف؟ اوكتاف اللي هو من الدو للدو. الاوكتاف دايما بيكون ثمان نغمات. اوكي يعني انا من النغمه دي واللي زيها اسمها نفس الاسم لغايه دو الثانيه، ده اسمه اوكتاف. من الدو دي للدو دي ده اسمه اوكتاف. اوكي تمام، بتمنى تكونوا فهمتوا كويس المفتاح فا النهارده،
وانا مش هتاخر عليكم تاني. يا ريت تتعلموا بقى تعزفوا الايد اليمين والايد الشمال، مفتاح لسالم دو كبير ومفتاح فا ومفتاح صا. وهشوفكم الحصه الجايه ان شاء الله، هديكم كورد وهديكم حاجات تذاكروها على الايد الشمال على المفتاح فا. اوكي، عشان نبتدي بقى نعزف اغاني بالايدتين. تمام، يلا، بحبكم قوي واسفه كمان مره ان انا اتاخرت عليكم قوي كده، بس انا شرحت لكم ليه. الحاجه التانيه، يا ريت تعملوا سبسكرايب علشان يوصلكوا الحاجات الجديده. تمام، يلا، بحبكم واشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.